سعداء بوجود اثنين او قامات كبيره جدا في كره القدم معانا النهارده، وبالتاكيد عايز اخد رايكم فيما حدث الفتره اللي فاتت من تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب والاحداث ما قبل رحيل روي فيتوريا بالاحداث اللي حصلت والاجواء الحقيقه الضبابيه شويه في الاتحاد المصري لكره القدم. ما ابدا معاك يا كابتن اسامه. بدايه هل هو المدرب المصري افضل ولا المدرب الاجنبي؟ عشان احنا بنخش في النقطه دي كل ما بيحصل اخفاق. جالنا مدربين مصريين اكفاق وعملوا نتائج هايله، وانت لعبت على ايديهم يعني الكابتن طبعا. محمود الجواري، كابتن حسن شحاته، وعملوا نتائج هايله. وجالنا ناس لم يوفقوا وما كانتش ظروفهم كويسه مع المنتخب، وايضا جالنا مدربين اجانب كانوا جيدين، ومنهم مثلا سميث خد بطوله 86 واخرين، وفي اجانب جم ما كانوش على المستوى ولم يحققوا النتائج. يبقى اذا هي المعيار الاول هو الكفاءه. صحيح مظبوط. انت في الفتره الاخيره في تخبط جدا واضح جدا ان الاتحاد المصري كان يعني قراره الاول متجه للاجنبي. صحيح. واضح يعني في الفتره ده من خلال اعضاء مجلس الاداره طلعوا صراحه قال كده يعني، والفترات السابقه كلها مظبوط. حتى لما جاب ايهاب جلال ما دعموش، يعني لما جاب ايهاب جلال ولما جاب حسام البدري كمان، يعني حتى حسام البدري مدرب كبير وكان كسبان ماتشات كتيره وكان محقق نتائج، نتفق نختلف وقت معين، لكن ما كانش فيه تدعيم واضح ليه واقلته وهو جاي من الطيارة وهو بيلعب الماتش انت اقلته. ايهاب جلال جبته ولم تديله الفرصه الكامله واقلته بعد اقل من شهر، فده دليل على التخبط. انت عشان كنت عايز تجيب اجنبي، طيب الاجنبي اللي انت جبته المصري انت مش عايز تديله الفرصه، تملي مستعجل عليه قوي وعايز تغير. لما بتجيب الاجنبي تقعد تقول ايه ده خطه، اصله 4 سنين، اصله مش مسؤول عن بطوله افريقيا، اصله مش مسؤول عن البطوله العربيه مع كروش، اصله مش مسؤول عن، اصل هو جاي عشان كاس العالم بس. طب انت اشمعنى المصري لما تيجي تقيمه بتقيمه بالماتشات الوديه؟ يعني ايهاب جلال اقلوه بعد ماتشين وديين، يعني ما ادالوش فرصه حتى في بطوله يعني. فاقصد انه لما انت قرارك اولا لما جبت فيتوريا راجل خد فرصه طويله، قعد سنه ونص، من الماتشات اللي لعبناها الوديه ما كانتش تقييم حقيقي للمنتخب باستثناء انت لعبت الجزائر وتونس، تونس كسبتنا والجزائر كان 1-1 يعني، بلجيكا كسبناهم بس يعني من أسوأ حتى فترات بلجيكا في كاس العالم، راحوا كانوا حصلت المجموعه بتاعتهم او يعني كانوا بره الفورمه خالص. هو حتى تدعيما لكلام الكابتن كانوا الناس كانت بتقول ان البطوله الافريقيه ده المحك او الاختبار الحقيقي مزبوط. للاداره الفنيه مظبوط. فجينا بقى للبطوله الافريقيه، بصراحه انا اتفاجئت بقرارات مستر فيتوريا كلها، تشكيلا، تغييرا، تعامل مع ظروف المباريات، علاج الاخطاء الفنيه اللي وقعنا فيها من اول مباراه، تحس وكانه مش محضر البطوله او اكيد محضر للبطوله او حضر غلط يعني. ايوه يعني حضر بطريقه غلط، وحتى كان في علامات استفهام كبيره جدا جدا على القايمه اصلا اللي رايح بيها يعني. مظبوط. يعني اولا من القايمه، وان كان انا وجهه نظري الشخصيه ممكن تكون سليمه مثلا بنسبه 90%، يعني لو اجتمعنا ناس فنيين بنختار القايمه ممكن هنختلف في 4 لعيبه مثلا وهتضيف 4 من ال 27، يعني ممكن يكون هو واخد 22 واحد نتفق، او 21 واحد او 23 واحد احنا نتفق عليهم، لكن في 3-4 افراد ممكن نختلف فيهم، وفي ناس لم يضموا، واحد زي حسين الشحات كان فورمه كويسه جدا، بيعرف يلعب في مركز 8، بيعرف يلعب جناح، ما اتاخدش. ياسر ابراهيم للاصابه، كل الناس لا للاصابه بتاعت اسامه جلال، لولا كان سبب كده اسامه جلال كان ياسر ابراهيم، رغم انه كان عامل مباريات
جيده جدا، وحتى غير الاهلاويه كانوا بيطالبوا ان ياسر ابراهيم يبقى في المنتخب، وكان في اعلى فورمه ليه كمان يعني، اعلى فورمه، خلص كاس عالم الانديه بمباريات قويه جدا على مستوى الدولي. فخلينا يعني انت، انا اقصد اتفضل. لا لا، فاللي انا اقصده انه الاعداد للبطوله باختياراتها الاول، ببعد كده بقى تشكيلاته من اول مباراه للناس اللي هتبدا، كان رايح بشكل معين. فاول مباراه الشكل كان مختلف غير مباراة تنزانيا الأخيرة، لعب بتلاتة، زيزو والنني وحمدي فتحي في النص، وزيزو كان أقرب للجناح اليمين ومحمد صلاح للداخل، لكننا بنلعب 4-2-4 أو 4-4-2. يعني هو الكلام إنه فعلا روي فيتوريا خلال البطولة الأفريقية واضح جدا إنه ما عندوش، أولا ما عندوش خبرات في افريقيا، ما عندوش خبرات. حته ان هو ما دربش منتخب او ديت، انا مش شايفها مقياس. برضه انا معاك تماما، لان انا اختلفت مع ناس كتير في الموضوع ده. مش شرط، ممكن جي واحد يجي بيدرب انديه ويخش على منتخب وينجح جدا ويعني كتير، سواء في اوروبا او في مصر او في اي حته حصلت. مظبوط. اصل في ناس يقول لك اصل ما دربش منتخبات. لا، مش ده السبب. هو في البطوله في الاربع ماتشات تحس انه مفيش سيطره فنيه على الفرقه، سواء في التشكيلات، سواء في التغييرات، سواء في اختياراته لتوقيتات الناس اللي بينزلها. يعني مثلا لما جينا في الماتش الاخير، انا قلت لك ماتش موزمبيق هو غلط في حاجات معينه، لما جينا للماتش الاخير بتاع الكونغو، لما امام عاشور اتعور وصلاح صلاح وامام عاشور اتصابوا، طبعا الشناوي لعب مكانه ابو جبل وده كان طبيعي. انا بتكلم على امام اللي هو بيلعب رقم 8 ومحمد صلاح. امام وهو بيلعب رقم 8 كان في الماتشين اللي قبليه كان ابتدى يبقى بيأدي دوره بشكل كويس، صحيح مش طول ال 90 دقيقه بس بيأدي بشكل كويس وبيزود لك الناحيه الهجوميه، وكمان في النواحي الدفاعيه بيحاول يرجع. لما اتصاب امام انت حسيت انه في حيره. طب انت كل يعني اختياره للعنصر اللي يلعب الاثنين اللي لعبوا في رقم 8 بقى محتار وكانه مش عادد الفرقه الموضوع ده. انا بتفق معاك عشان اخد كمان راي عمرو فيها، انك بتقول خلاص هو روي فيتوريا كان لازم يمشي يعني اخطاء فنيه وعدم رؤيه وفي خضه من البطوله و مظبوط. لما وصلنا بقى للمصري، انا شايف انه انسب واحد في الفتره دي هو حسام حسن لاسباب كتيره جدا. اولا حسام لما تيجي تقارنه ببقيه المدربين الموجودين على الساحه، هو يمكن من اكثرهم خبره، وممكن في تصوري يجي بعديه شوقي غريب على اساس انه مسك منتخب اولمبي ونجح بيه والى حد ما عنده خبرات كتيره. نيجي على المستوى اللعب الدولي، حسام حسن بعيد خالص عن كل الموجودين في الساحه في المواقف اللي اتحط فيها خبراته كلاعب يعني. ادي نمره واحد. طب نيجي للخبرات التدريبيه، مع احترام لكل الموجودين في الساحه، في ناس جيده ماشي، ولكن خبراتهم التدريبيه ما عملوش اكتر من اللي حسام عمله. بالعكس، هو يمكن هو بقاله فتره طويله في فرق نجح معاه، في فرق ما نجحش قوي. هم برضو ايضا كده، رغم ان ممكن تكون خبراتهم تدريبيه في 3 4 سنين في 5 سنين، هو بقاله مثلا من ساعه ما اعتزل وهو بيدرب. طب نيجي بقى لمنتخبات، هو على الاقل مسك منتخب الاردن وعمل شكل كويس، وعمل شكل كويس، وصل للمرحله يعني مسك منتخب، يعني ادار خبره منتخب معينه. فانت في كل التقييمات هو الشكل، طالما انت استقريت على مصر فانا شايف انا معاك. وانا يمكن قلت كابتن اسامه، انا قلت كمان قلت مهم جدا كابتن حسام حسن لازم طبعا يعني ينال الدعم وينال المسانده، لانه بيلعب يعني خلينا كابتن حسام حسن باسم المدرب المصري. ده طبعا مهم جدا انك هترفع كمان من اسهم المدرب المصري. برافو عليك. نشوف التجربه وما نحكمش على التجربه قبل ما تبدا. كل الدعم للكابتن حسام وجهازه، لان احنا عامه احنا يعني دايما يعني بنشجع الصناعة المحلية بشكل أو بآخر، فحسام حسن صناعة محلية يستحق المساندة يعني.